ما بنا بروح. إذا بدك تكمل. إيه أعود للقصص اللي قاعد نسمعها، وهذه طبعًا فيها جهنمية ماكرة وخبيثة في الترويج. يعني مثل ما تفضل الدكتور أحمد، في حزة الامتحانات الناس ترتبك، فتي طالبة لطالبة أو طالب لطالب يقول لها أخذ هالحبة وأنا خليك مو بس تعرف المقرر، تحفظ رقم الصفحة، هذا مدخل. تبدأ بالأولى بالثانية، بعدين الناس تبدأ تخلط، والحين حتى قاعد نسمع مشروبات الطاقة مع بعض الأدوية تخليه صاحي ومتوتر لفترات. للأسف. للأسف. الجانب الآخر يعني خاصة الفتيات عندهم آلام الدورة. آلام الدورة أحيانا هم هناك من يأتي يقول لك اخذيها الحبة وتريحك من آلام الدورة. فهني هذا مدخل آخر خبيث. أنا أسمعي ترى هذا الكلام من الأخصائيات الاجتماعيات والموجهات بالتربية. فهني تدخل الموضوع. ما يخيف في الموضوع أن إدارة مكافحة المخدرات كذلك من الأشياء اللي يقولونها أن أعمار المروجين والمتعاطين بدأت بالنزول. سولف لي أحد الزملاء الضباط الأخوة يقول لي أول كنا إذا صدنا مروج أو متعاطي عمره 12 13 14 سنة هذا حدث نرفعه لي مع الوزير نقول له ترى صار حدث كذا كذا، الآن من زود انتشارهم أصبح حدث عادي. وهذا حقيقة أيضا يقرع نواقيس الخطر. اليوم لما تقرأ في الجريدة أن حدث عمره 16 سنة تلقى عنده مثلا 5000 شريط ترامادول أو مادة مخدرة أخرى، مرة أخرى بالقياس مقابل هذا الحدث هناك 10 إلى 15 حدث آخر، مقابل هالخمسة آلاف هناك اضربها بعشرة حوالي 50,000 موجودين. هذا يستدعي حقيقة تكاتف الجهود ويستدعي المسؤولية اللي حنا ننادي فيها. الأمم المتحدة تقول في أدبياتها وبناء على دراساتها لكي يصبح أي برنامج مكافحة للمخدرات فعال 80% منه يجب أن يكون توعية وتدريس.